اهلا فنات الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي روتين جديد من ضمن الروتينات اللي كنديرو هنايا في العروبيه. كما قلت لكم لحاجه كيديروها كاع الناس اللي هي العجينه باينه. راه ما نقدرش نقول لكم المقادير لان راه كلكم كتعرفوا المقادير ديال العجينه. هنايا بغيت غير نوريكم البلاصه فين كنطيبوا الخبز هنايا في العروبيه الفران ديال العواد. هذا الشيء هذا هو الغرض ديالي من هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا هنايا ماما راه كتعجن الخبز. هنايا راه غير الدقيق وشويه ديال الفرص اللي دارت. صافي، هنايا دارت خميره معجونه، ماشي خميره حبوب، وجمعات بالماء عادي وغتبقى تدلك تدلك العجينه عاديه. سمحوا لي. صافي، وغادي تقرص العجينه وغادي تخليها تخمر كيف العاده. كيف ما قلت لكم البنات، هنايا الخبز ما كيطيبوش نهائيا في الفران ديال الغاز اولا الفران ديال الضو، يعني ضروري كيطيبوه في الفران ديال العواد. هذا هو السر ديال اللذه والبنه ديال هذا الخبز ديال العروبيه هنايا البنات. يعني كتجي فيه ديك الريحه ديال العافيه، الريحه ديال الدخان، كيجي لذيذ. المهم راه اغلبيه فيكم غادي يكون غيكون ذاقو. كيف ما قلت لكم البنات، راه ما يمكنش هنايا يطيبوه في الفران ديال الغاز اولا الفران ديال الضو، يعني ضروري من الفران ديال العواد. وهذا الشيء البنات راه ماشي مره زعما في السيمانه ولا مرة في شحال عاد كيشعلوا هذا الفران، اولا حتى كترشق ليهم عاد كيطيبوا في هذا الفران. لا، هذا الشيء راه بشكل يومي، يوميا كيعجنوا، يوميا كيشعلوا العافيه في داك الفران، يوميا كيطيبوا فيه. البنات انا حاليا كندير المونتاج وكنديروا حدا، يعني جالسه حدا واحد الواد، هانتوما غادي تسمعوا الصوت. انا غادي نزيد نقرب حداه باش تسمعوا داك الصوت ديال الواد. هانتوما يعني انا جالسه وكنتمتع بهاد المناظر بهاد الطبيعه، روعه صراحه. وفي نفس الوقت كندير المونتاج. هانتوما هاد البلاصه اللي صورت لكم غير حدا الدار، يعني قريبه للفران فين غادي تطيب جده. هنايا راه جده هي اللي دارت البنات العافيه، ماما عجنات وجده دارت العافيه وهي اللي غادي تطيب الخبز. انتما كيف ما كتشوفوا هنايا راه صافي العافيه راه شعلات ولات جمر. غادي تحاول هذاك داك الجمر اللي شعل غادي تحاول تردو للجنب باش تطيب الخبز في ديك البلاصه. شتو البنات، انتما راه الفيديو باين والله البنات. شتي غير كطيب جده الخبز، ما كيهمنيش ندوز بيه، يعني غير زويته بلديه واتاي بالنعناع كيجي. يا سلام، ما شهيتكم فيها البنات والله العظيم. المهم البنات، هذا هو اللي كاين، هذا هو الروتين ديال هذا النهار اللي دوزت نهار الثالث في تفردوست. صافي، كيف ما كتشوفوا هنايا صافي غادي تسالي جده الخبز وغادي نمشيو باش نفطروا. يلا هالبنات، تهلاو ليا في ريوسكم وبسلامة عليكم. تهلا فيديو الجاي ان شاء الله وروتين جديد ان شاء الله. المهم تبقاو على خير. يلا باي باي.